أحسن الله إليكم. يقول هذا فضيلة الشيخ: توضأت ومسحت ونشفت أطرافي، ثم شككت في مدة المسح، فخلعت الشراب وغسلت رجلي، وكل ذلك في دقيقتين، فهل هذا صحيح أم أعيد الوضوء؟ ما دام أن الشك قريب من الوضوء ولا يزال الماء على أعضائك، وخلعت الشراب لتغسل الرجلين، يعني شككت في غسل الرجلين فخلعت الشراب لتغسل الرجلين بيقين، فلا بأس بذلك، نكفي غسل الرجلين لأن الموالاة لم تفت. أما إذا مضى وقت بعد الوضوء ونشفت الأعضاء فلا بد من إعادة الوضوء كاملا إذا حصل فيه نقص. نعم.